إلزم كلام أكابر العلماء. الرابع التقيؤ عمدا، أن يتقيأ الإنسان فيقذف ما في بطنه متعمدا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. والحكمة في ذلك أن الرجل إذا استقاء فخرج ما في بطنه من الطعام فإنه سيعود هزيلا ضعيفا، يتأثر بدنه بهذا الهزال، فجعل الشارع هذا من المفطرات. ولهذا نقول: من كان صائما صوما واجبا فإنه لا يحل له أن يتقيأ، لأن معنى ذلك إفساد صومه الواجب. فإن اضطر إلى ذلك فليتقيأ وليأكل ويشرب، لأنه فسد صومه بتقيؤه وهو معذور، فيكون الأكل والشرب جائزا له ولو كان ذلك في نهار رمضان، لأن كل من أفطر لعذر يبيح الفطر فله أن يستمر على فطره إلى الليل ولا حرج عليه ولو كان ذلك في نهار رمضان. هذه أربعة أشياء: